对。Now we didn't have to fall, but we fell in love to the bottom, babe. No one there to catch us like when you fell from heaven that day, baby. People always staring, but I don't even care nothing about it, babe. Cause since I saw your face, I've been staring just the same. I'm in love with that girl. So don't be mad at me. I'm in love with that girl. Ooh, oh, so don't be mad at me. I don't care so much from the other side of the track. So what the world don't think we match. I'll put it down like my love's on wax. Guess what? I'm in love with that girl. She already told me that she's in love with me. I'm in love, yes, I'm in love with that girl. I don't care what people say. شكرا ليليا. تحية لأدي بوران يا زيدة. فرحة كبيرة ياسر أكيد شفتوا الموسيقى هذه الحلوة ياسر اليوم. نحب طوى نقدم فنان يمكن من الفنانين المشهورين سبيسيال ما بالتعليلة. الفنان منصف عبلة.
المنصف عبلة فنان كبير عنده أكثر من 48 سنة احتراف في المجال الفني، فنان يؤدي تقريب كل المقامات الشعبية، الطربية، الموسيقية، الدينية. اليوم باش نسمعوك سي المنصف في تعليلة العروسة، هكا ولا؟ هذه تعليلة على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. أما هي تعليلة العروسة. هي موجودة عادة في تونس ندخلوا بها العروسة، هكا ولا؟ نعم. اي نعم لله. باهي يا سيدي. زدنا بيه وفرحنا بيه ان شاء الله. تفضل ليك المسرح سي منصف. ربي يخليك عايش. شكرا. صلى الله عليه النبي.
عشان تبوح حبك يا عاش كيلانا يا رسول الله صلى الله وعليه بربي شنو باش نقول على تعليلها كيما هكايا من نجم نقول كان يعطيك الصحة وشوية تصفيق عليها يا بيا فما شكون حتى في الكواليس قال لي قديش كل عرس نمشيله نبدا كحدي على هالتعليلة هذيا هكا ديما قلبنا يرف كي نسمعوها عليه الصلاة والسلام ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي يعني احنا نبداو كان دائما وابدا في العوادة من اول الزمان نبداو بصلاة على النبي باش كي ندخلوا العروسة والعروس يبداو هما طاهرين طيبين ولازم زاد اللي بذات نفسه اللي باش يعلل على العروس والعروسة يزون بذات نفسه يبدا كطاهر طيب باش نقوموا بهالتعليلة هذه زاد النبي وفرحنا به اللهم صل على النبي ونعملوا فهمتي لا ومن بعدها عاد ليلة ليلة واش تحقيق المنصف عبلة شنو برايك يميز الفنان اللي يغني التعليلة التونسية؟ والله انا نتمنى الخيال كما تعلمتنا على اجدادنا وعلى اباتنا اللي علمتنا الموسيقى وعلمتنا عالم الامور هذيا كما المرحوم سي طاهر غرس عليه رحمه الله بونا ذاك كما سي المرحوم سي محمد النوري بالامثل كيف كيف والعديد زاد عندنا زاد راول جورن وزاد ولكن ما يغنيش ما يقول على النبي عليه الصلاه والسلام ان تعلمنا على قاعده اسس صحيحه فهمني وان شاء الله ربي يوفق اعمالنا واعمال كل مؤمن ان شاء الله يا ربي نتمنى لكل الخيان الكل ان شاء الله يكون في المستوى واحد كي انت المنصف عبلة يلقبوك بفنان الشعب هكا ولا شك فيه وانا وياك باش نستقبلوا توا فنان مرحبا بك فنان مرحبا. هو صوت جبلي الله الله. ممتاز جدا ويحبوه وعنده بارش اغنيات حلوه لكن تميز باغنيه اشرح لها الفنان الكبير ايضا بلقيس الصيادي
شكرا. يسعدنا انه نشوفكم مزوز ما بعثكم اليوم باش تغنيوا غنيه هيت وسكسي. وقت اللي طلعت الغنيه هذيا باللهجه نتاعنا قلبت الدنيا هكا ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. هي دائما وابدا الغنيه هذيا مطلوبه بتلعتها. نعرف مطلوبه في كل مناسبه. ربي سبحانه وتعالى ما رضا الله، قال المرحوم نجيب الخطاب، ما رضا الله الا برضا الوالدين. ولذا سي بلغيث صيادي مقترح علينا باش نغنيوا وعزرني وضرب الكف. مرحبا بعض ولا شك بقى. الأول مرة الأول مرة في عندي ما نغني لك، والأول مرة ما بعثكم تغنيوا الجو هذايا. أول مرة باش يغني عزرني وضرب الكاب زاد أول مرة. أي نعم أي نعم. ومرة أكيد تكون عزيزة ياسر لأنه أنتم مشرفينا بحذينا في عندي ما نغني لك لكم المسرح وعزرني وضرب بالكف يا ميمة ما نقول لك أوف. أي نعم
ما نطيعك نتحاسب. سمع القاضي يا واجب إذا ما نطيعك نتحاسب. مد على العين على الحال هزيش ولا بلا زيش واجب. باللي تغلط ولا تزل انت ديما الحق معاك يا لمية. باللي نقط ولا نكون ايدي ملحق معاه يا لميها. سرع بال ربك علي برزان كانت انسان عبال نحبي بحتى الأولاد انتي أمي وهاب عدرك مهما تتغن ولا تبن وانتي دي ملحك معاك يا لميمة. يا لميمة لميمة عليكم. هذوما اللحظات الحلوة اللي نحبوهم في عندي ما نغني لك. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم يا سيدي. كل إنسان فاش يتخصص في اللون متاعه تبارك الله، يعني اللون التونسي الطباع التونسي مش اللي جي يغنيه، فما عنا برشا كيما زياد غرسة كيما محمد جبالي كيما منصف كيما برشا، يعني يقولوا الفن النغمة التونسية أصعب نغمة في العالم العربي هي النغمة التونسية في الأداء متاعها. تربينا على الشرقي احنا وعلى الجو الباهي والجو شرقي يعني. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على كل حال مع السلطة. وأنا أشكركم كثير كثير وشكر كبير برشا للفرقة الأستاذ سي الهاني هيثم وسي هيثم الهاني. أي نعم. ونشكر الجمهور العزيز الغالي اللي سهر معانا الليله، ان شاء الله بقيت سهره ممتعه بجانبه. سي منصف انا نحبك تجاوبني على الغنيه هذيا، معناتها الغنيه هذيا هي تو سكسي كبير ياسر، قداش صعيب اليوم باش تنجم تغني غنيه اخرى في مستوى نجاح عذرني واضرب بالكف؟ عندي برشا غني على الميمة، عندي الوسادة غلبت الولادة. لا لا يا سادة، ما تعلى العين على الحاجب يا دادة، وراسك يما انت المحبوبة وزيادة، يميمة برضاك عليا تعيش العيلة متهنية، احنا نجومك يا ثوريا ضوي بنوارك وقادة، رمز الرحمة والحنية وحبك بعد الله عبادة. الله الله الله، شكرا لك شكرا لك. تشجيع منكم الفنان الكبير منصف عبلة، يعطيك صحة. شكرا لحضورك معانا الليله. لا بحذانا انت سي بلغيث صيادي مازلت قاعد بحذانا. صباح الخير سي منصف عبله، شكرا ليك. سهرتنا مازلت متواصله، لازالت متواصله على قناه التونسيه في عندي ما نغني لك، ونحب نستقبل انا وياك سي بلغيث صيادي. فنانه هي ما تظهرش برشا لانه ربما هذه استراتيجيتها في الفن، لكن اللي يسمعوها تغني واللي يعرفوها يحبوا ياسر اطلالتها، يشبوها ديما بالفنانه الكبيره سميره توفيق. هي بدات من فرقه الرشيديه عام 92. بتشجيع كبير منكم رجاء بن سعيد. مرحبا رجاء، اهلا بيك، وتحيه كبيره لدي جي سو اللي معانا رفقنا في كل لوحات الراقصه ايضا. تفضلوا تفضلوا اماكنكم.
باش نبداو باغاني اشتهروا بها كل من بلغيث صيدي ورجب بن سعيد، اغاني لفهد بلان وسميره توفيق، ميدلي حلو ياسر باش تستمتعوا به الليله. تفضلوا. البحر ومسافر يا مكتوب، شق البحر ومسافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب، شق البحر ومسافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب، خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسى، على طول المدي يهيا ضاي يهيا ضاي يهيا يا ضاي. شق البحر قوم سافر يا مكتوب، مسافر يا مكتوب، وسلم لي على حباب يا مكتوب، خايف تروح وتطول يا مكتوب، شرح لنا عين حالاتي، وشرح لنا عين حالاتي، رح يحلي للأجنة رح يحلي للأجنة
حياتي فوق الجبل أهلا بالدهجم عن دهت وصل كل البعيد يعني أهلك صبر أنا من غير ملل واش أحلامي عن حالتي واش أحلامي عن حالتي روحي عالي للأجلها بالحمام غرت لا تصحى من المنام انا بهداني هبها وجبت على اصناف الغرام واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عالي للاجنه حالي خير ردي بالتوعيد على نظري بنيتي على المطار واشرح لك عن حالتي واشرح لك عن حالتي روحي عالي للأجنان واشرح لها جوادي او البادي كل هنا روحك بالظلام بلاد الاجوادي او البادي كل هنا روحك بالظلام أجوادي أول بديل يلي نعره وجادي في ظلام الليل جهودنا للأجوادي أول بديل يلي نعره وجادي في ظلام الليل بيكم
هكا جونا التونسي وهكا سهرياتنا. وزيد على قناة التونسية في عندي ما نغني لك بالغيث الصيدي، فما رجوع للون الدبكة هكا ولا إن شاء الله؟ فما رجوع عندي قطع أنا حضرتهم وصيت، عندي ما نقول لك، عندي ما نغني لك كما عندي ما نقول لك. بالضبط. رجاء أنت تميزت بهذا اللون، علاش هذا اللون بالذات؟ ما نتصورش واحد في تونس ما يحبش الدبكة واللون الجبلي. أنا من صغرتي نغني، يلقبوني بسميرة توفيق تونس خاطر نغني برشا سميرة توفيق. هذا ما يعني حتى ما طريقة اللباس الليلة هكا فيها تشبيه للفنانة الكبيرة سميرة توفيق. نحبها نعشقها. تحبوها ولا سميرة توفيق؟ يعطيك الصحة. عايشك عايشك مريم. شكرا لكم انتم مازلتم معانا ومازلت السهرية مستمرة، وكما قلت الليلة سهرة خاصة جدا جدا وسهرة كينها احتفالية على قناة التونسية. فاصل إعلاني ونرجعوا للجزء الثاني اللي عندكم مازلتوا عندكم ما تسمعوا فيه وعندهم ما يغنيوا. فاصل إعلاني قصير ورجعوا.